القاهرة. أستاذ إيهاب، الآن المواقف اللي أعرب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه من نتنياهو تكررت كثيرا. استمرار هذا الغضب إن كان حقيقيا، هل يعد تحول في الموقف الأمريكي، خصوصا بعد الاتصال الأخير اللي كان فيه شكل من أشكال التحذير لحكومة نتنياهو؟ خالص التحية لحضرتك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين. يعني الدفعة الجديدة من الخلافات الأمريكية الإسرائيلية اللي بدأت منذ أسبوعين أو لنقل منتصف مارس 2024، هي الأول مرة تبقى يعني خلافات حقيقية بين بايدن ونتنياهو. كان سابقا خلافات بسيطة يتم تضخيمها إعلاميا، ولكن الآن نحن أمام خلاف وانشقاق حقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وإن كنت أرى أن هي بتبقى مقدمات تؤدي نتائج، يعني لما نرجع ل 2020 ونشوف جو بايدن حينما قدم نفسه للأمريكان باعتباره مرشح الرئاسة، لم يكن لديه أي برنامج باستثناء أنه ليس دونالد ترامب، وبالتالي جمع في حاشيته وفي مؤيدوه وفي صفوف ناخبيه كل ما هو مضاد واقتزاك لدونالد ترامب، والإعلام اللي صنع من دونالد ترامب عدو لقضايا كثيرة جدا. لهذا السبب احنا امام مفارقة ان اكثر يعني ادارة امريكية مؤيدة لاسرائيل، ادارة جو بايدن، جاءت باصوات العرب والمسلمين. ولأول مرة ايضا نرى ادارة امريكية يعني يتفق العرب والمسلمين واليهود في امريكا على الخلاف معها والتشدد معها، وان اعتهب انها لم تقدم الدعم الكافي للقضية الفلسطينية او الصراع العربي الاسرائيلي. يعني اليهود في امريكا يرون ان ادارة جو بايدن يعني لم تسعف اسرائيل بما يكفي، والعرب والمسلمين يرون انه جو بايدن خذلهم في القضية الفلسطينية. وبالتالي هذا التشرذم الموجود داخل ادارة جو بايدن وفي صفوفه وفي ادارته هو اللي صنع حالة التضارب الموجودة بين امريكا واسرائيل حاليا. كان جو بايدن وإدارة الوزارة الأمريكية تأمل في حرب سريعة خاطفة تؤدي إلى نتائج سريعة وتنفيذ أجندة أشبانك، أهداف سريعة تحدثنا عنه مرارا منذ 7 أكتوبر، يتضمن التهجير والتوطين والوطن البديل، ووصولا لإغلاق مضيق باب المندب وتحويل طريق الحرير الصيني إلى أماكن أخرى والانتصار للممر الهندي الأمريكي. ولكن كل هذا لم يتحقق، وأصبح أمام يعني جو بايدن فخ حقيقي هو استمرار هذه الأزمة. نتنياهو لا يستمع إلى أوامر أمريكا للمرة الأولى بهذه الصراحة والصرامة، لأنه يدرك جيدا أنه كارت محروق هو وحكومة اليمين الديني الموجودة حاليا في تل أبيب. من بداية الحرب يا أستاذ إيهاب كان في توصيات كما وصفت من بعض المحللين وبعض المسؤولين الأمريكيين تم تقديمها لحكومة الحرب ولم تلتزم بها إسرائيل في أي مرة، يعني هي لم تلتزم بأي توصية خرجت بها الولايات المتحدة في أي مرة. صحيح، يعني إسرائيل هي الولاية الأمريكية رقم 51، ولكنها بهذه الحكومة اليمينية الدينية شقت عصا الطاعة عن بيت الطاعة الأمريكي البيت الأبيض الذي يحكم إسرائيل فعليا ويدير الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي عمليا. وبالتالي أصبح نتنياهو كارت محروق، وأنا لا أستبعد أن تقنيات الفوضى الخلاقة والثورات الملونة لها دور كبير الأمريكية في صناعة الفوضى الموجودة في الشارع الإسرائيلي اليوم، لأن نتنياهو أصبح كارت محروق. طيب. وهناك رغبة أمريكية في عدم الاستعانة بالأحزاب اليمين الديني مرة أخرى. طيب.